قبل أن نبدأ الأسئلة، أنا سأطرح مسألة يعني كثر سؤال الناس عنها بالاتصال، يتصلون بي يسألونني عن هذه القضية. وإن كنت قلت سابقا أني لن أتدخل في موضوع الانتخابات، فأنا أقولها كذلك الآن، لن أتدخل في هذا الموضوع أبدا، ولكن سأتكلم عن هذه القضية، قضية الانتخابات، من نظرة شرعية اجتماعية أخلاقية، وليس من جهة سياسية، إذ هذا لا يهمني حقيقة، وإنما من نظرة شرعية أخلاقية اجتماعية. وذلك أن البعض يثير أن هناك من يقبل الرشوة وهناك من يدفع الرشوة في هذه الانتخابات، وأنا أقول لدافع الرشوة ولآخذ الرشوة إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، لعن الراشي والمرتشي. فهل هذه 500 دينار أو 600 أو 1000 دينار بغض النظر كافية حتى يعرض الإنسان نفسه للعنة الله؟ هل يطرد الإنسان أو يخرج ويرضى بطرد الله له من رحمته مقابل 500 دينار؟ لعن الله الراشي أي مطرود من رحمة الله، ولعن الله المرتشي أي مطرود من رحمة الله. هذا الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه مقابل مبلغ مالي، يعني فعلا إنسان حقير فعلا، الذي يدفع الرشوة والذي يقبل الرشوة والرائش بينهما الوسيط، هذا كلهم حقيرون حقيقة. فكيف يقبل الإنسان على نفسه أن يكون حقيرا، أن يكون مطرودا من رحمة الله تبارك وتعالى مقابل هذا المبلغ الزهيد؟ يعني لو يعطيك 1,000,000 دينار يعني مثلا تسوى، تمتع فيها بالدنيا وبالآخرة تعذب عاد كيفك، مشكلتك هذه. لكن على 500 دينار، ما هذه التفاهة، ما هذه التفاهة؟ إنسان يعرض نفسه للعنة الله تبارك وتعالى مقابل هذه المبالغ المالية، مقابل عرض من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديث عظيم حقيقة يجب علينا أن نتأمله، خاصة في هذه الأيام تدار فيه موضوع انتخابات وكذا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل من القرآن والسنة، قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، هذا الذي لم يره لم يدركه، قال فعلم من القرآن وعلم من السنة، قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يكون أثرها مثل أثر الوقت، أي مثل أثر الحرق في اليد أو الرجل أو كذا. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يكون أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، تراه منتبرا وليس فيه شيء. حتى يقال للرجل ما أجلده، ما عقله، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى يصبح الناس يتبايعون ليس فيهم من يؤدي الأمانة، حتى يقال في بني فلان رجل أمين، واحد في قبيلة، في أسرة، في حي، في منطقة، واحد أمين بس. الآن
البعض بدأ يضيع هذه الأمانة. نعم هذا الانتخاب أمانة، فاتق الله في هذا. وأنا أقول هذا الكلام لأنه بلغني أن البعض يهدد زوجته أو يهدد أخته أو يهدد أبنائه أو يهدد بناته، صوتوا لفلان ولا أمكم طالق، ويقول حق امرته أنت طالق إذا لم تصوتي لفلان. بل صار بعضهم يعلق الطلاق، إن نجح فلان فأنت طالق والرسب فلان فأنت طالق. ما هذا الجهل؟ يعني أنا أدعو الآباء والإخوان أولياء النساء، أدعوهم أن يتقوا الله في بناتهم وفي أخواتهم، أن لا يزوجوا من يكثر على لسانه لفظ علي الحرام وعلي الطلاق. كما تسأل عن دينه وعن أخلاقه وعن وظيفته وعن عمره وعن أهله وأخواله، اسأل هل يقول علي الطلاق علي الحرام في مجالسه أو لا. ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إن قال علي الطلاق تصوتين لفلان، ولا تطيعه إن قال علي الحرام تصوتين لفلان، وهذا إن طلقك فهو خير لك، لأنه ليس كفؤا، ليس رجلا. الذي يستغل الطلاق والتحريم بمثل هذه الأمور حقيقة. والله سبحانه وتعالى يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا الزواج ميثاق غليظ. هذه الانتخابات الآن صارت تفسد على الناس بيوتهم، يجبر امرأته على التصويت لفلان أو على فلان، إن صوتي فلا تطيعيه وإن طلق وإن حرم. وأيها الابن، إن حرم وإن طلق أمك لا تصوت على ما يشاء، أعطي من تثق بدينه وعلمه وورعه وأنه رجل صالح وأنه يسد هذا المكان، صوت له، وإلا غير ذلك لا تصوت ولا تطع أباك. وليس هذا من العقوق، بل العقوق أن تطيعه في مثل هذه الأمور، بحجة أن حلف لفلان يعطيه وحلف لفلان يعطيه أو غير ذلك من الأمور، أو أنه من أقارب غير ذلك. فلنتق الله تبارك وتعالى، نتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. وإذا أردت، من أراد أن يصوت فليصوت على من يثق به فقط، ولا يصوت لأجل عين فلان، هذه أمانة، ويكفينا تضيع للأمانة. فلنتق الله في هذا الأمر. والمرأة التي يطلقها زوجها لأجل ذلك طز فيه وإن طلقها، لأن هذا ليس كفؤا أصلا لها، ليس كفؤا لها. وليفرح أبوها بطلاقها حقيقة، لأنه ليس كفؤا لها الذي يطلقها على مثل هذه الأمور التافهة. فأسأل الله تبارك وتعالى الهداية لنا ولكم، والله المستعان.